نقطة بيضة أخرى وأمل مرئي وواضح قدام الكل، مجهود الدولة. لازم نعترف لأنها متشافة على القنوات كلها ومتصورة، ومنا اللي راحها. القوات المسلحة مع الحكومة المصرية كانت تحلم أن تنفذ 5000 كيلو متر طرق جديدة، نفذت منهم في سنتين، وهذا لم يحدث في أي عصر فائت، إن في سنتين يتنفذ 3000 كيلو متر من الطرق السريعة المحترمة. لازم نفرح بالطريق مصر اسكندريه الصحراوي. انا مشيت عليه كتير ايام ما كان طريق واحد رايح جاي كده، اتعذبنا فيه. النهارده انا بفخر وانا ماشي عليه، شيء يحترم ادميه المصري، شيء رائع من التحضر. ما نقدرش نقف مع الناس اياها ونقول هما بيعملوا ايه وعملوا ايه، في مشاكل انتوا بتطبلوا للدوله. لا، أنا أهاجم الحكومة عندما تعتدي على أي مواطن مصري في الحقوق، ولكني أطبل لها وأزمر لها عندما تصنع لأجيال قادمة من أحفادنا مشاريع عملاقة كبيرة.